السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي من جديد وفيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة جيدة، وتكونوا كتقضيوا عطلة الصيف ممتعة مع الأحباب والأصدقاء. وصفتنا لليوم ان شاء الله تكون عبارة على تحلية عائلية اقتصادية جد لذيذة وسهلة التحضير في 5 دقائق، كتقدم باردة. بقوا معي ان شاء الله باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير ديال التحليه، كما كتلاحظوا كنحتاج واحد الباكيت ديال الكيكس، يعني اي نوع بسكوت عندكم، بسكوت شاي دائري او لا هكذا مربع. انا كنستعمل هذا، كنسميوه توستاده. 200 غرام من جبن كريمي، ماشي ضروري يكون فيلادلفيا، تقدر تعوضوه ب 8 الحبات من كيري مربعات. وغنحتاج واحد كاس من الكريمه الخفق السائله ما يعادل 200 ملي، وجوج ساشيات او لا جوج فلان. اذا كان عندكم فلان اللي كيكون فيه السكر استعملوا واحد كبير فقط، اذا ما كانش عملوا جوج صغارين، وكتضيفوا السكر حسب الرغبه وحسب الذوق. غنحتاج هنا شويه ديال الماء سخون، يعني ما طايب، غنعمل فيه واحد ملعقه نسكافيه باش نفزك فيه هذا البسكوت هذا. كما كتلاحظوا يعني هاد التحليه فيها نكهه نسكافيه او نكهه القهوه، واللي ما كيعجبوش نكهه القهوه يقدر يعمل غير حليب عادي، يعني في الزكي كاس بالحليب عادي نورمال بدون قهوه. ولكن يعني الجماليه ديال التحليه هي داك نسكافيه، كيعطيها واحد اللذه. المزيج مع الكريمه اللي غنعملو كتجي رائعه جدا. كنشبح الخلاط الكهربائي، غنضيف هنايا جبن فيلادلفيا، وكما قلت لكم في حاله عدم هذا الجبن تقدروا تعوضوه ب 8 الحبات من كيري. يعني كما قلت لكم في الاول جد سهل، كيوجدنا في 5 دقائق. بالنسبه للسكر حسب الرغبه، تقدروا تعملوا 3 حتى 4 المعالق، اللي كتعجبوا الحلاوه يقدر يزيد، ولكن انا استعملت هنايا غير 2 المعالق، جا الحلاوه ديالو عاديه. لكن اذا بغيتوا يجي حلو شديتو كنصحكم تعملوا 4 المعالقات حتى 5. غنضيف هنايا داك الساشي ديال الطفلان، وغنزيد كريمه الخفق السائله، واللي عنده كريم شانتي بودره ان كانوا يعني 2 المعالق منها. فهنا هنا ما كتوفرش عندنا، وسبحان الله كان يعني ما يفتش عليها، انا ما كنجبرهاش. وكنصح الكريمه تكون بارده. وكنطحن كلشي مع بعضيته في خلاط كهربائي. وكنعتذر كنتعطل ما كنزلكمش الفيديوهات، لان دابا الصيف سبحان الله ما كل واحد فين، وحتى المشاهده قليله بزاف. كنضيف هنا واحد ربع ملعقه من نسكافيه، وكنرجع نطحن كلشي مع بعضيته حتى كنحصل على واحد الكريمه، يعني نوعا ما كريميه ولذيذه. فبالنسبه للطريقه، كنشبر اي مول عندي هكذا طويل مربع، كنستف فيه هاد الكيكس هذا بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للكميه غير محدوده، تقدروا تعملوا كميه كبيره، يعني تقدروا تعملوا مول اكثر من هذا كبير، ماشي يعني مشكل، على حسب عدد الاسره اللي كنقول دائما. ومن بعد كنشبر وكنبقى نفزقو بدك النسكافيه اللي دوبت، يعني عملت معلقه صغيره في كاس الماء سخون، وكنبقى نفزق الكيكس ديالي بهذه الطريقه هذه، باش ملي كنجيو ناكلو التحليه ديالنا داك الكيكس كيجي رطيب وكيجي لذيذ. كنعمل الطبقه الاولى ديال البسكوت، وكنضيف الكريمه اللي سبق لي وجدت معكم. هانتوما كتشوفوا القوام ديالها، كتجي رائعه جدا. كنحاول مزيان نبسط الكريمه على طبقه البسكوت بهذه الطريقه هذه كما كتلاحظوا. فهاد التحليه تعتبر من التحليات الصيفيه حتى هي، لانها كتناول برده وسهله وسريعه التحضير. ودابا غندير الطبقه الثانيه من البسكوت بنفس الطريقه. هاد البسكوت هذا ولا هاد الكيكس موجود بزاف سوبر ميركادوس، اي مطعم شيتو يعني موجود كيتباع. وغنبقى نستمر بنفس الطريقه، يعني طبقه ديال البسكوت وطبقه الكريمه حتى كنكمل طبقات اللي عندي كاملين. وكنرجع نفزك كل كيكيسه بمعلقه من خليط نسكافيه بالماء السخين بهذه الطريقه هذه. وغنضيف طبقه اخرى من الكريمه، وهكذا حتى كنكمل جميع البسكوت اللي عندي والكريمه اللي كتكون عندي. تقدر تجيكم 3 طبقات حتى 4 طبقات حسب الكميه اللي غتعملوا. وهذا هو الشكل النهائي. كنعوض داك الكريمه مزيان،
يعني في الجهه ديالها ملي كنكمل كلشي. وكنجبر هنايا واحد صفايه القهوه، كنعمل فيها شويه الكاكاو بودره وشويه نسكافيه، يعني مزيج او خليط بين الكاكاو بودره ونسكافيه اللي كيعطيها واحد النكهه رائعه. كنعرفوا بزاف القهوه كتواتى مع الشوكولات، كنحاول نرش مزيان بهذه الطريقه هذه حتى كنغطي ديك الكريمه كامله. وصافي، هذا هو الشكل ديالنا النهائي للتحليه ديالنا. دابا غندخل هاد النبيله تبرد تقريبا واحد 3 حتى 4 ساعات، ومن بعد ان شاء الله نقدموها بارده. وهذا هو شكل التحليه ديالنا، تحليه الكريمه بالبسكوت بنكهه نسكافيه او نكهه القهوه. الصراحه كما قلت لكم كتجي رائعه جدا ولذيذه. طبعا ما غنمشيش قبل ما نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كيجي القوام ديالها من الداخل، وديك الكريمه كيف كتجي رائعه في وسطها. ها انتم كتلاحظوا البسكوت كيجي مشرب مزيان يعني بديك القهوه، وكتجينا التحليه معلكه ولذيذه وفي نفس الوقت سهله وسريعه. فهذا هو القوام النهائي، كيجي بسكوت بالطبقات وكيجي رطيطب، يعني بامكانكم تناولوه بسهوله. كنتمنى ان شاء الله وصفتي لليوم تنال استحسانكم واعجابكم. وكما العاده اللي كيشاهد القناه ديالي لاول مره كنتمنى يشارك فيها بواسطه الضغط على الجرس الاحمر سبسكرايب ابوني. وشكرا على حسن المتابعه للفيديوهات، احبكم في الله. الى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.